يلي غدرت احبابك اللي غدرت احبابك بدي فرد حامي. شو تفضلي؟ لشو بدك يا هيك براء؟ لا ما حذرت. بدك تقلي ليش بدك يا مشان نجيب لك فرد على هوا طلبك. شلون يعني على هوا طلبي؟ يعني بدك يا غالي ولا رخيص، جديد ولا قديم، ولا بدك يا نيشان وما يخيب، يجيب راس العصفور من اول الحاره لاخرها. ايه بدي اياه يصيب العصفور من اول الحاره لاخرها. يعني اذا كنت واقف انا بنص الحاره بدي اياه يقتل العصفور وهو واقف عند باب بيته. تكرم عينك كداس، من هي قبل هي. بس ما قلت لي مين العصفور تبعك اللي بدك تقتله؟ مو مشان شيء، مشان ساعدك بس. بعدين بقول لك حامد بعدين. ما بدي اياك تقتلني. عرفت مين هو؟ العصفور هو صاحب النبع تبعك يلي صار له كم يوم قصر عليك وما عم يعطيك من ذهبك، فانت بدك تقتله مشان تهوش على كل النبع. لا مو هيك عيون، مو هيك. ايه ان شاء الله ان شاء الله اكون غلطان. انت غلطان حامد، انا الفرد بدي انا شيء تاني، هلا ما رح احكي لك عليه لحتى اقضي غرضي منه. وحياة جوز العيون لأمن لك فرد، بس بالاول بدك تأمن لي حقه من النبع تبعها. قديش حقه؟ مو كتير، وانت صاحبنا 10 ذهبات. اوف، وليش هيك غالي؟ يعني شنو فرد جديد وجاهز لينزل لك العصفور من على راس المادني وانت قاعد ببيتك؟ بيستاهل. مشي وانا رح دبر لك 10 ذهبات. وانا من شفت 10 ذهبات بهالايد بسلمك الفرد بهي الايد. اصلي Oh.
لازم شوفك يا فهمية، لأني كتير مشتاق لك. مشتاق لك أكيد. صاير معها شي لحتى ما قدرت تطلع وتشوفني أكيد.
عاوز شي يا مو؟ يا مو انتي هون يا مو؟ يا مو بدك شي؟ يا مو؟ يا مو خير في شي يا مو؟ يا مو؟ يا مو؟ يا مو؟ يا مو؟ وانا قلت لماجد الفوال بركي بيلاقي لي بيتهم بالحاره، وهي انت تاني زلمه بيعرف. يعني خلاص نويت تسكن عنا بالحاره؟ ايه عمي، بدي بيع البيت والارض واجي لاقي لي دكان صغيره هون وبيت، لانه بيني وبينك والله عم بستوحش لحالي هنيك. والله والله هي احلى خبريه سمعتها. وانا براسي راح اشوف لك بيت هون عنا بالحاره واشتري لك اياه. بتعرف؟ راح اشوف لك مظهر بيك، شنو عنده بيت فاضي. بركه ببيعك اياه. مظهر بيك؟ طيب قلتك بيوافق؟ ليش لحتى ما يوافق؟ راح نعطيه حقها حبيبي، ما راح اشحد منه شحاده. وكمان في دكان فاضي، كان واحد مسكريها كره وترك الحاره وترك الدكان. بركات صاحبها ببيعك اياها. بكتر خيرك يا عمي ابو صافي، وانا حطيت خبر عند ابو صفوان الدلال، ووعدني بهاليومين ان شاء الله يلاقي لي زبون مرتب للبيت وللارض، وان شاء الله خير. الله يقدم لك يلي فيه الخير. شو ناوي تفتحها؟ والله لسه ما فكرت يا عمي ابو صافي. هلا بابي، هلا. كل ماله عم تضيق الحاله علينا، اذا طلينا هيك يمكن نفرط. يعني نحن صار لازمنا مصاري ما هيك؟ بدنا مصاري منشان سلاح. لازم نروح على الكركون ونطالع الذهبات. شنو الفرنساوي ما عاد يتركنا لانه ضربنا لهم عناصرهم. الشباب كتار بس ما في سلاح. طيب شو رايك روح على الحاره واجتمع بابو عامر؟ لا انت ممنوع تروح على الحاره، شنو خطر عليك؟ أنا راح أبعت عزام ورا أبو عامر ويجي لعنا وبنحكي معه بالموضوع. العمى يخرب بيته، شو ما في شرف؟ العمى على القصة. مسعيد هيدي القصة ما بينسكت عليها ابنه. شو بدك تساوي ابن عمي؟ شو بدي ساوي؟ لازم ساوي. إيه راح أروح لعند أبو عامر أحكي له شو صار معنا ليلة امبارح. لك لازم يلاقوا لي حل، لازم يلاقوا لي حل. إيه ابن عمي لازم تروح، لازم كبارية الحارة يحمونا. لك لازم يعرفوا لهاد منو هاد، لازم يشحطوه من رقبته قدام الخلق كلها، يشنوه بنص الحاره. العمى لك شو اعراض الناس رخيصه. الله لا يخرب بيته. انا من بكره بدي اروح على الجامعه ولازم شوفك فيه. لازم شوفك. طبعا لازم تروحي على الجامعه وانا معك. شو ما عتزتي انا جاهزه. الله يخليني اياك يا رب. خلص حبيبتي خلص. كلياتنا على هالطريق يا بنتي. أمي معلش تركيها تبكي، البكا بيريح، بيريح الميت بقبره وبيخليه يعرف قديش أهله بيحبوه. يلا اللي بعده. يلا بسيخ. شنو محمود؟ قرب هيك خلي دور للنسوان يا اخي، النسوان كمان بده ياخذوا. يا كامل خفه يا ابني. امور معلم. اخذت الخبزات لعمك ابو سعيد؟ لا والله. ليه؟ يعني على شغل كثير معلم. هات هاي من ايدك. ها
سيك روح اتحرك هلا تروح تاخذ له ياهو. يلا بس هاي روعي بسرعه. لا تعيطوا انتوا كمان، الكل رح ياخذ عمل الكل، لا تسرعوني. هذا مو شغلك يا ابو سعيد، انت بتتصرف انت وهرمتك مثل ما بنطلب منك. امرك سيدي امرك. الامر لله. اسمع عمي، من اليوم تطلع وبتفوت ولا كانه في شيء، تقعد بالقهوه بتمزح مع الناس وبتنكد عادي، وهربتك نفس الشيء بتفوت على كل بيوت الحاره. وبنتي سيدي بنتي بتضل بالبيت. دخيلك يا ابو عامر بتبقى بالبيت لحالها؟ لا تخاف، قلت لك انا والمختان مرتبين لشيء لحتى نكنسوا الواطي، بعدين من اليوم رح نراقب بيتكم. قومي تقبريني، قومي هي اجا الخبز تعزى، يلا يا عمري قومي بركي بتقبلي لك شوي. تركيني يا امو تركيني، مشان الله تركيني، ما عندي قابلية غير للموت. بعيد الشر عن قلبك، ان شاء الله اللي عمل معك هالعملة هو اللي يموت. قومي يا عمري انت، قومي كرمالي، يلا تقبريني انت، يلا يلا حبيبتي يلا. خبزات بجننوا، يلا عدي. يلا حبيبتي يلا مدي ايدي. بده يجي ابو جبل ويتجوزك على ما انت ولا ما رح وافق. ايه مو على كيفك وديان. شلون يعني مو على كيفي؟ ايه مو على كيفك، ليش مين انت لحتى تقولي لا؟ انا وديان وانا شروق، وابو الرجا تجوزني وطلقني مشان ضيف اجى لعنده وحبني، وراح الضيف وبعد منه اجى 100 ضيف وما فيني اقول لا. يعني شو ارضى فيه وصرت تسلاقي لضيوف ابو دعاه؟ ايه وديان لازم يصير فيكي مثل ما صار فينا كلنا. ليش هيك لازم يصير فينا؟ ليش؟ لأنه نحن عبيد عنده. لا يا حوري، العبيد أحسن منا. وبشو أحسن؟ العبد بيعرف أهله وعايش معه، أما نحن من يوم ما سرقنا أبو دعاس من أهلينا نسيناه، نسينا بيوتنا، نسينا الحارة اللي خلقنا فيها، نسينا كل شي كنا بنعرفه بصغرنا. وين كامل؟ ايه بجودي؟ وهي احلى صحن فول لاحلى مطيع. خليهن واجد، حطهم حطهم بالله جوا. تكرم عيونك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبلني شوي شوي بس. على مهلك. اخ اخ اخ. ما تستعجل على حالك، شوي شوي. لك شو قومك يا امي من تختك؟ والله داخلني من الغرفه يا امو. ما بيصير تقبرني مشان رجليك يطيبوا بسرعه. ان شاء الله ما بصير شيء. ان شاء الله. الله يسلمك. اهلين يا مفروض. شو اخي؟ شايفك قاعد بارض ديار. طمني، ان شاء الله رجليك ما عم يوجعوك. شوي شوي اخي، مو كثير. باركي لي يا ابو. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله هاي الرزق يا رب. مشي الحال يا ابو، اليوم بالليل رايحين نقضي المصاري لابو الضاح ونستلم منه المفاتيح. الحمد لله.
اشتريت دكانة ابو وضاح اخي؟ ايه لك انا اخي، وبدي بيع فيها صوف كمان مشان ورجي له هذا اللي اسمه مطيع، انه بس هو قدران يشتري دكان ونحن قدرانين. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا اخي. خليهم يطقوا من قهرهم وكيدهم. يوه شبه فوزية بس يندق باب صاب تركض ركض لحتى تفتحه ليقوم ناطر حدا. شبنا عيون كأنك عم تنقري وقت عم بيجي لعندكو. هلا خلصني شو بدك؟ بدي اقول لك كلمتين حطيهم حلقة بدنك. هذا العز يلي انت فيه انا سببه. لو ما كسرت قلبي ودعست عليه ورضيت انك تتجوزي ابو عامر كنتي لهلا عم تشطفي ارض الديار عند عمتك. بقى لا تشوفي حالك علي الله يوفقك. قداس هلا شو لزومه هالحكي؟ بعدين الله يسامحك، هلا انا شايفه حالي عليك. حطي براسك انه هذا الولد اللي عم تربيه انت وابو عامر رح اخده لانه هذا ابني انا. قداس احنا شو بدنا بهذا الحكي؟ نحن شو بدنا؟ يعني قلت لحالي بركي نسيتي انه انا سبب هالعز اللي انت فيه، ولولا يلي ساويته من زمان معي كنت صرتي هلا ببيت عمتك يا خانو. قداس الله يوفقك، خلص قلي شو بدك مني، خلصني ما بدي حدا يشتغل. شو بدي يعني؟ بدي مصاري. طيب وانا منين كنت اجيب لك مصاري؟ من وين؟ لا ايو بدك تضلي تصحي وتنحي. لك فوزية انا بعرف انه كل الغلة معك، كل غلة البواكية والمالكانات والاراضي، ابو عامر ما بيخبي عنك شيء. بقى فوتي جيبي لي كم ذهبي احسن ما اقول كل شيء بقلبي وانقذ الخمير والفطير. قداس والله العظيم والله العظيم ما معي غير ليرة واحدة ذهب، امبارح اخذتها من ابن عمي مشانك. شو علي؟ هاتي بدبر حالي فيها. طيب استناني شوي لحتى اجيب. شو هو الخمير والفطير يلي بده ينكتو قداس على فوزية؟ وشو الممسك اللي ماسكه وعم بيهددها فيه مشان ياخد منها المصاري؟ يخرب بيتها من حالها. زك قداس هي اللي ردها. سيدي حبيب قلبي عامر الله يكرمك. خلاص ماشي روح بابا روح. الله يسلم روحك وقلبك وعيونك يا غالية يا أمه للغالي. مطيعة 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 انتي وين كنتي؟ وين بدي يكون يعني؟ كنت بقطي وعملتي لي قهوة؟ ما قلتي لي ساوي لك قهوة؟ طب يلا روحي انقبري اعملي قهوة. تكرم عينك فوزية رح اساوي لك القهوة.
معقول تكون مطيعة سمعت شي؟ لا لا، الأوضة بعيدة عن الباب كتير، ما رح تسمع شي. كم خروف قلت ولا؟ 4% 4. ليش بس 4 خواريف؟ شنو الراعي اللي عم يرعاهم ما كان معه إلا أبو كم راس غنم، ولما شافنا قدر يهرب الطرش. معناته لازم تبعدوا شوي، تعملوا لكم كم ضربة محرزة قبل ما تخلص المونة. إيه والله يا معلم، شنو ما صفيان عنا غير شي 6-7 قرفان ويمكن كم معزة هاي. سدو، لا تاكل هم يا بي، لا تاكل هم. بهاليومين بنعملنا ضربة محرزة ومنجيب لحم يكفينا شهرين. خلي كم واحد من الرجال يغزي على البساتين القريبة، يجيبوا لنا شوية تفاح، عنب، بس مو خربانين مثل هذيك المرة. سمعت شو قال سيدك ولا؟ سمعت معلم، سمعت. يلا هو لشوف. أمرك يلا. أمرك. أي يا بي، شو عندكم شغل بكرة؟ وصلتني إخبارية يا بي، إنه في قافلة جاية من الحج، حملي بضايع. عم فكر هاجمة. هاي ضربة كبيرة، بتشلحوهم كل شي، ما بتخلوا معهم شي، حتى الحرم بتجيبوهم والأولاد كمان، كله بيلزم. صار يا بي، لا توصي حريص. إن شاء الله هنيان. الله يهنيك يا رب. أنا لازم إلا لشهيرة خانم على اللي شفته وسمعته اليوم. لازم تعرف شو في بين فوزية وكداس، لازم. بس مو هلا. شهيرة خانم تعبانة كتير ومناقصة هم فوق همها. بس يلا، بكرة بس تتعافى بإذن الله رح أقلها على كل شي. مطيعة، بشو شاردي؟ ما في شي تقبريني، بس يعني قلع لي بركداً إذا حطيت الأكل، بتتغدي معنا؟ يلا هلا بس يجي ابن عمك حطي الغدا وناديلي. على عيني وراسي شهيرة خانم. الله يرضى عليك إلهي، والله ما في منها هالمطيعة. وأنا شهيرة خانم. وأنتي كمان، والله ما في مني. عسلامتك، الله يرضى عليك. مو مثل هديك السرنوة اللي ما بشوف خلقتها إلا وقت بيجي جوزها وبتتوجهن له. كل واحد بيعمل بأصله. اي والله. يلا رح ساعد مطيعة وارجع لك. يعني ضرورية روحتك لعندهم كمان اليوم يا بي. خلصنا يا بسخار. اي مو ناقص قلت لي وين روح وين ما روح. العفو منك يا بي، العين ما بتلع عن الحاجة، بس الله وكيلك عم يضل بالي مشغول عليك لحتى ترجع. الله يرضى عليك، لا ينشغل بالك يا بي، لا ينشغل بالك. يعني كمان بدك تبات الليلة عنده؟ ايه يا بي، بدي بات الليلة عنده. ولشو النوم يا بي؟ لشو؟ لك ابي ابو الرجا بيخاف علي، بركة اذا رجعت بالليل هجم علي شي ضباع. يعني انا يلي بدي افهمه شو هو الشغل الضروري بينك وبين ابو الرجا؟ يعني لا تواخذني بهالكلمه، ابو صخر بمقامه العالي وين وابو الرجا وين؟ بلك ابي ابو الرجا بني ادم، ابو الرجا رجال معدل محترم ابطاي، نسيت وقفته معنا وفزعته وقت دخلنا حاره العصاب؟ والله ما بنسال المعروف طول عمري. لا يا ابي ما نسيت، بس كمان انت لا تنسى انه مدفوع حقه لهي الوقفه، يعني قابض ابو الرجا. لك خلصنا العمى، ضربك يخرب بيتك شو بتلعي؟ لك اكثر من اخواتك البنات بتلعي شو بلا؟ فخر؟ فهمت ولا فاهمك بقى؟ فهمت يا ابي فهمت. تزهرب انت واخواتك، تزهربوا ليه؟ العمى ضربكم. من شهرين ما كنا استشعار، يخرب بيتك، فتحت نفسك على اللعيب، ضربكم. السلام عليكم. شو عليكم الشباب؟ اهلين اهلين، شرف عم شرف. خير عزام، شو صاير؟ يلي صاير انه العقيد ابو الخضر ضروري بده اياك تجي لعنده اليوم. مشان شو؟ مشان شغلة الكركون عمي. ايوه عمي، سلم عليه وقل لهم ما يحكلوا هم وما بيصير غير اللي بده اياه، بس بدي يعطوني وقت لحتى ارتب اموري. ونحن جاهزين عمي، بس ضروري تجي اليوم. خلاص خلاص رح اجي اليوم المساء، بكون عند امكم. بس المكان تغير عمي وصار باول مفرق الطاحونه، انت وماشي على كتف النهر على بعد 50 متر اذا الله ما كذبني. خلاص خلاص عرفته، ماشي خير ان شاء الله عمي.
يلا أنا صار لازم أمشي. السلام عليكم. مع السلامة. سلم على الجميع. الله يسلمك. تعرف مختار، أبو الصلح وأبو الخضر معه الحق، بدهم سلاح، وأنا خايف شكري يا فندي يبعت حدا من جماعته يتفق مع رئيس المخفر وينهبوا الذهب، بهيك بيكون راح كل شيء عليهم. معناتها يا أبو عامر لازم يضربوا المخفر. لازم، وما في غير الطريقة اللي اتفقنا عليها أنا وياك. نعملنا شي شغلة صغيرة برا، منخلي رئيس الكراكون وجماعته يطلعوا. بهالطريقة بيفضل جو لأبو الخضر وجماعته. هذا الحكي بتأكد منه؟ إيه سيدي بتأكد لك عن شلون، أنا سمعته بإيد نهائي. وأبو الصلح وأبو الخضر ورجاله بتأكد من محله؟ بالمحل اللي قلت لك عليه سيدي. أيوه حلو ماشي. شو علي؟ قوم تيسر انت ولا لا؟ عود عود عاوزك تستاهل اكبر مكافاه على الخبريه. لا سيدي لا تعذب حالك. يعطيك العافيه معلم. عليك غريب معلم، مش عم يرغل والقمح قربوا يخلصوا من المستودع. بعرف عمي بعرف، وصيت على حمل كبير جايني من حوران بهاليومين. يعني معلم انا قلت بقول لك مو اكثر. لك عمي بعرف كل شيء بيصير بهوايكية، بدك يعني ما اعرف شو ناقصنا؟ لا عفو يا معلم مو هيك القصد والله. عمي انت مو جاي مشان الشغله هي، في تمك حكي احكي. يعني بصراحه معلم. لك احكي لا تخاف ولا تخجل. معلم شو صار بالوعد اللي وعدتني اياه؟ قصدك مشان الجوازه؟ ايه معلم مشان هيك. انا لساتني عند وعدي، هي المشاكل اللي مرينا فيها بالحارة لهتني عنك شوي، بس ما نسيتني اياك. عمي من هون لشهر زمان اعتبر جوازتك منتهية، وراح خبر عيالي يدوروا لك على بنت الحلال. عيدوا ألف نعيما عم يا عبدو. الله يخاف. ألف نعيما معلم رشدي. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك يا عمي عبدو. كرامة لسيدنا النبي العربي الإلهي. نعيمة صغيري. الله ينعم عليك عمي. الله ينعم عليك. نور الحمام. نور بوجودك الله يشرف بيك. تعال شقيتي تعال. سلام. الله يا رب بسم الله. عبود الله يرضى عليك بتجيب له كاسة شاي افرك عجم ونفس ارجيلة من تحدياتك لصهبي. يا امر عيونك احلى كاسة افرك عجم واحلى نفس عجمي لعيون المعلم رشدي. الله يسلم الايدين يا عبود. خير عم رشدي؟ شافك اليوم سكر الدكان على بكي. بصراحة مسكرة بوشي لهيك سكرت على بكير. عم رشدي إذا شايف شغلك بالدكان دائر مو جايب همه، أجر الدكان وتعال اشتغل عندي هون بالحمام. عندك بالحمام؟ إيه عندي بالحمام، شو فيها؟ لا العفو قصدي يعني ما هيك أنا هي شيء، بس إنه شغل الحمام ما بفهم فيه، بعدين هي عبود يعني قايم بالشغل كلياته. رشدي مفكر حالك رح تشتغل عندي هون شغيل؟ لا عمي لا. انت لما بتجي لهون على الحمام سعرك بسعري، يعني حتكون معلم مثلك مثلي. بلالي يا عمي بلالي يا مالي فيها، وكاري بالفواخير حابه ومالي حاب غير الكار. ايه على راحتك عمي، بس لما بتحب تغير مصلحتك هالحمام هذا حمامك. والله يديم عزة ويديم الحمام ويسلمه لاصحابه الهي ربي. وهي احلى كاسه الشاي وارجيله للمعلم رشدي. الله يجير الدياب عمي عبود. الله يجير الدياب. لك شو هالشبوبيه هي؟ تخلق الله يخليكي. مسكي هذا الكيس فيه 50 ذهبية تطبيهم منيح، قايمهم حق الضاعة من بوايكية. تكرم عينك. اي والله والله ما رح خلي الطير طير يعرف وين. الله يرضى عليك. لروش على اختي وطمن عليها ليكون ما عم ديري بالك عليها لك فوزية. لا ايوه كيف ما عم دير بالي عليها؟ اي والله والله ما عم فارقة دقيقة واحدة. اي الله يرضى عليك. اختي كل شيء الي بهالدنيا، حتى لو اعتازت لبن العصفور بده يحضر له. مو تكرم عينك وعينها، الله يخلي لك اياها، والله انا بحبها وبعزها مثل امي المرحومه. الله يرحمها. ومطيعه وكامله عم شقوا عليها. بصراحه هيك وهيك. شو هالحكي؟ ما بيطلوا عليها؟ لا مبلا ابن عمي حرام، ليش الكذب؟ عم بيشقوا عليها، بس مثل ما بتعرف هن شايلين على ظهرهم شغل البيت والطبخ، بس انا عم ضلني فوق راسها وما عم خليها تحتها شغله واحده. الله يحن عليك يا رب. هيك بدي اياكي دائما مرضيه. ابن عمي شو؟ ارضي اختك ابن عمي. ما فهمت هاي، شلون بدي ارضي اختي؟ وافقت تتجوز الرابعه. انت عم تحكي هالحكي؟ ايه انا عم اقول هيك، واذا وافقت تتجوز الرابعه
رح روح اخطب لك اياها من عيون التنتين. لا يعني ما هنك متضايقه اني بدي اتجوز الرابعه؟ هلا من جهه متضايقه متضايقه، بس اهم شيء شهيره خان ومذكور رجع. ايوه. شو قلت ابن عمي؟ رح تتجوز الرابعه؟ منشوف. بدك تتجوز الرابعة لك. لا وين فرقت؟ هلا وشك مورد. كيف حاسي هلا؟ الحمد لله أحسن بكتير من قبل. إيه الحمد لله. قلي لي النسوان عم يقصروا معك؟ إذا عم يقصروا بمسح رقابهم ها؟ لا ما حدا عم يقصر منه. كاملة ومطيعة. ما عم يتركوني ولا تكة. كاملة ومطيعة. فوزية؟ بلا فوزية كمان. الله يرضى عليهم كلهم. آمين يا رب. أختي أنت فوق راسنا كلنا. أنت بس أمري واطلبي. ما يأمر عليك ظالم. لك روح إلهي يا رب. يعطيك ليرضيك ويرضى عليك. امين يا رب. والله يا من بعد ما كانت الامور ماشيه وعين الله عليها بطل يبيع. ما بدها تتكالي بالحاره، بدها تنباع الا وحاولنا نشتريها، ما حدا باعنا. طيب يا بي ليش ما بتشتروا له دكانه برات الحاره؟ مو احسن له؟ هو هيك رح يصير يا بي اذا ما لقينا حدا يبيعنا. يا بي من بعد اذنك انا ما بدي الدكانه تكون الا بقلب الحاره. ليش على كيفك يا مو؟ ايه يا مو ايه على كيفي. ليش يا بي بدك اياها بقلب الحاره؟ عشان ما بعيد عنكم يا بي. كول امي كول. ما جا على بالي. بتوفر. اشر لك اياها يا ابن عمي. اشر اشر. وما شفت لك ابو عامر غير حامل ضرب طريقه وطالع برات الحاره. وما عرفت وين راح؟ حامد شو بنا؟ يعني منين بدي اعرف وين راح؟ انا بسترجي اساله لابو عامر وين رايح وين جاي؟ سيدي بكره بنعرف بنعرف. لك صحيح ما قلت لي، ليش ما عاد رحت سرت مع كتا؟ لا اعوذ بالله ما عاد رحت ولا بدي هالروحه، شنو بخاف شلت لا ما. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو بخاف شلت لا ما؟ يعلقوني بهالسوسه الوسخه وانا ماني قد ابنه بيشلحوني اللي فوقي واللي تحتي واصلا ما في شيء فوق ولا في شيء تحت. لا بعرضي عم تحكي مدوزان. شنو هدول السوستين لخربان البيت وحده وحده، سوسة القمار وسوسة النسوان. مزبوط كلامك، مع انه الثاني يعني هيك اشوى بشوي بس الاثنين هيك بنطفوا الجيبه. هذا رئيس الكراكون بشير، معصلجة شوي وقبض اياها زياده عن اللزوم. سيدي معه بلين وبيرجع لرجله، مثل ما كان ابوه. معك حق. وين صياح لسه ما اجى؟ بالظاهر في شيء شغله. خير 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 ان شاء الله خير ان شاء الله. صياح وصل عجيب يا سبحان الله. قلت لك صياح وبعرفه الا ما يجي. ابن الحلال عن ذكره بيبان. السلام عليكم. شرف يا ميت. اهلين وسهلين. جازوا العشاء يا انت حاضر رح تجي؟ لا ولو معقوله ما اجي. اشرب شاي. اي والله. طول بدك تطول بالك عقيد، بدك تطول بالك وتروح، يعني ما حلو بضل هو العقيد، ما بصير انت تقول له شو يعمل وشو ما يعمل، مو حلو يا ابوك. مو هيك القصد ابو دي. لكن شو القصد؟ روحت قبيله عند الجماعه ماني حابب ابنه، شنو هدول جماعه سرسريه وقطاعين طرق، بعدين بعدين شو ما تكمل؟ ولو ابو الديب انا صاحبك. لاني بعرفك صاحبي وبعرفك مين انت يا ابو دي، بدي احكي لك وفش لك خلقي. احكي عمي، احكي وفشه لقلبك. انا اللي محيرني انه بكل روح لعندهم عم يحطوا له هذيك الحسبه. والله يا ابو ديب خايف يكون عم لعبوه مال ويجلحوه كل المصاري. ايوه والله مو بعيده، مو بعيده بنوم. ايه وشو لازم نعمل؟ مش طالع بايدنا نعمل شيء وما عملناه؟ لازم نعمل شيء يا ابو ديب. والله ما بعرف شو بدي اقول لها. هلا ابوك ما في الا واحد. واحد بس هو اللي بيمون عليه. ومين هو؟ مظهر. مظهر بيك ما في غيره. ايه والله وانت قلتها. انا رح اشوف مظهر بيك قول. لا مو هلا، طول بالك شوي. يعني بركة ابوك لحاله بطل يروح لعند هدول الجماعة. وإذا ما بطل ساعتها بنقول له مظهر بيك. بنفهمه أنه لازم يقول له إنه ما بقى يروح لعند أبو الرجل. سبب الزيارة سيد مظهر؟ جايب لك خبر دسم هالقد هيك. تفضل.
عرفت لك مكان ابو الصلح وجماعته الزهران وين موجودين. وين؟ نحن راح نعمل مشكله صغيره بالحاره، وقدر الامكان راح نحاول نسحب رئيس الكراكون وعساكره لبرا، ونحن منكون محضرين حالنا، وباللحظه اللي بيطلعوا فيها جماعه الكراكون منفوت ومنساوي شغلنا. ري عليك ابو خضر، بس مثل ما اتفقنا قتل ما بدنا. اذا فيكن اوسوا على رجليهم على ايديهم، بس قتل ما بدنا. هدول العساكر بيضلوا اولاد بلدنا، وهذا اللي راح يصير باذن الله يا كبير. معناتها تكلنا على الله. وانت صياح شو شغلك؟ انا جاهز عمي، والجماعه اللي بيبيعوا سلاح كمان جاهزين، بس بدنا نأمن المصاري. حلو، معناتها أمورنا محلولة بإذن الله. إن شاء الله يا أبو الصلح، الله يقدم اللي فيه الخير ويسر أمركم. وهي أحلى كاسة شاي لعمي حامي. آمين دلغام. آمين يا رب. لك صار بيك طول العفريت. السلام عليكم. أهلين بمعلمي وتاج راسي مصر بيك. كيف الشباب؟ شو الأخبار؟ أبو عامر طلع من الحارة. من إمتى هذا الحكي؟ والله صار له حصة منيحة يا بيك. أكيد راح لعند أبو الصلح وجماعته. ولك آخ إمتى بدي أخلص منك يا أبو عامر؟ إمتى؟ تفضل تفضل الشرب معنا كاس شاي يا بيك. صحتين وهنا. دير بالكم منيح. بأمرك. تأمر أمر. بكرة بتزبط لي وضع غريب، صار وقت شوفه. حاضر معلم، اعتبره صباح. صباح الخير. تفضل تفضل مصر بيك، شرب كاس شاي. الله معك يا سيد راسي. الله معك. شو هالزلمة هاد؟ لك ما في اخوه بكل الشام مو بس بالحارة. حامد بدي اسألك، مظهر بهيك شو بده من غريب؟ إذا بتحشر أنفك بهيك قصة مرة تانية بحشر لك ياها بهالقبيلة، بتبطل خرج تقعد على المحرسة. لا لك عمي لا، ما دخلني أنا، شو دخلني؟ أنا علي بمحرسي وأعرف له لمظهر بهيك مين عم يطلع ومين عم يفوت على الحارة. مسيك مسيك، روق لي دمك بهالشايات. سلامو. بسم الله الرحمن الرحيم. رعبتيني بالله، رعبتك. لا تكوني شايفتيني شي جنية او عفريت قدامك. مع مين قاعدة عم بتقرقري كل هالوقت؟ ابو سعيد الدومري. ها، وشو بده ابو بطيخ جاي لعنا بنصاص الليالي؟ شو بده يعني؟ بده ابن عمي ضروري ضروري. وانت شو قلتي له؟ شو بدي قله فوزية؟ قلت له ابن عمي مانو هون، واذا بدك يا روح لعنده على البوايكية. بس هيك؟ شو بده يكون في يعني فوزية؟ والله ما بعرف. روحي انقبري على غرفتك. يلا. على ابو سعيد الدومري قال
صار لساعة عم بتطق حنك وآخر شي بتقلي أبو سعيد الدومري. يا على مين عم تلعبي هالألعاب يا كاملة؟ لك أنا فوزية، فوزية ماني مطيعة. الله حي المرزوع عمية. لك أهلي لك ليش هيك معذب حالك؟ لك شو معذب حالي؟ يا أحلى بريق شاي يخدم شواربة. عشت يا طيب. المهم يا صاحبي سمعت لك سمعة ما بتسر بلوب بلوب. أوف خير، اللهم اجعله خير. خير يصيبك، هذا الفرنساوي بده يطالع كل المساجين والمحكومين من سجن القلعة. وليش لحتى يطلعوا؟ شو ليش لك مرزوع؟ مشان تعلق الناس ببعضها وكلتي على الفرنساوي. بس هيك راح تفلت القصة من بين ايديهم، تكتر المشاكل بين الحارة. لك لا تجذبها مرزوع، يعني مو هذا هو اللي بده الفرنساوي؟ بعدين صاحبك بده يطلع من بيناتهم. ها وعن مين قصدك؟ عدلي، عدلي ما غيره، شنو اكيد بيكون طلع مع المساجين. ايوه يا سيدي، وانا عم استنى قلبك لسه مليان منه لك مرزوق. قلبي مليان وبس، يقول مليان ومنتلي. ما بنسى هديك الليلة اللي نزل فيها لعنا على أرض ديار كرمال يسرق المصاري وكشف على حريمنا، كشف على حريمنا لك رجدي. أنت عم تفهم علي؟ أخ لو هداك اليوم مسكته بين إيدي كان فصفصته فصفصة. لا إله إلا الله. لك والله معك حق وحاس فيه، بس كمان أنت قدحت نقف الدين قتلي، مسحت الحارة فيه. بس ما اشتفى غليلي لك رجدي، ما اشتفى غليلي، لأنه أهل الحارة سحبوه من بين إيدي. بس إلك علي إنه هالمرة يكون حسابه غير شكل. وأنا سيف بظهرك. وشو بدك آمين؟ وأنا بستناكم قريب من الكراكون حتى راقبلكم الجو وفوت سوا. الله محييك سيد. يا الله يا رب. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. وصل أبو عامر وسياح لأول الطريق. مشي مشي على خير. الله معك يا كبير. الله معكم. أمان الله. الله معكم. صار له كم يوم ما عم يرمي حجار على البيت. يا الله شو كان حلو الحجر تبعه لما ينزل واسمع صوته. بتعرفي انا احيانا بحس بك يا شفيقة. بتحسديني؟ وليش بقى؟ يعني انت على القليلة في حدا اهتم فيكي حتى لو كان اجير فران. اما انا يا حسرتي ما حدا مفكر فيني. اشتهيت واحد بس يحس فيني حتى لو كان زبال رضيانة. يعني انت بدك حدا يكون بحياتك تحبيه ويحبك؟ انا ما جربت الحب، لا حدا حبني ولا حبيت حدا. يعني انت لو ما عبود بجيب لنا الاغراض على باب البيت كنتي حبيتي. قولي على قلبي عليك يا اختي. حاسة كل يوم عم يمرق مثل اليوم يلي قبله. ما في شي جديد بحياتنا. الله يسامحه لأبوك حابسنا بين أربع حيطان مثل العصافير يلي جوا قفص. طولي بالك أختي، بكرة الله بيفرج عليك وبيبعث لك نصيب يعودك عن كل هالحرمة. والله حاسة ملهمة رح ضل هيك بين أربع حيطان ما حدا حاسس فيني. هلا ترتاح لك شوي عمي، تشرب لك كاسة شاي وبس يطلع الضوء بإذن الله بتتيسر الحارة وأنا بلحقك. مشي لا تأخر علي بكرة. لا والله بدي أتأخر عليك شوي. ليه؟ لأنه بدي بيع الحليبات لزلمة هون، ما رح نزلهم على الحارة مشان أتفضى تمام لشغلتنا. حماك، أنا بس بدي إياك ما تأخر لأنه الشغلات اللي اتفقنا عليها لازم نبدأ فيها. لا تأكل هم عمي، لا تأكل هم، قبل الظهر بالكتير بكون عندك إن شاء الله. تفضل هون الغرفة ارتاح. يا الله.
عليك. أهلين وسهلين. حياتك معي هدالي بقى اللي عارف مين اللي قتل ابوك. ليش قتلوا؟ الوالد كان عنده اعداء كتير. انت بتعرف حدا منهم مظهر؟ معلوم، كل اهل الحاره وعلى راسهم ابو جميل وابو عامر. كيف يعني؟ يعني هني اكثر اثنين كانوا يكرهوا ابوك بالحاره كلها، وانا هيك حاسس انه هني ورا موت ابوك. لازم اخي يعرف. عارف، حكيت انا وياه رح يتم ويحقق لي يعرف الحقيقه. الله يوفقه. ليش ليقتلوا؟ ليش؟ هو شو عمل لهم؟ هو ابوك الله يرحمه كان على الصراط المستقيم، كان عادل رجال قضايا، وهن يعني ما ناسبهم هالشيء، كانوا يعملوا شغلات ما بيرضى فيها لا الله ولا عبد الله. يا رب يا رب نعرف اللي قتله. يا رب اخوك يا قضايا وقت حاله، واكيد رح يعرف مين اللي قتل ابوك، بيعلق مشنقته بنص الحاره. انت بتحب اخي بشير مظهر؟ معلوم حبه، مو بس بشير، أنا كل عيلتكم بحبها لأجله، وخصوصاً أبوك الله يرحمه. الله يخلي لي إياك يا رب. تعال الله يرحمه الغالي. سلام يرمي الفتن. بدنا كل شيء. خذ كل شيء. خذ البهائم وخذ البضاعة، بس اتركونا نروح بحال سبيلنا. لا تفهموني غلط. بدنا النسوان والاولاد. لك انتوا ما بتخافوا الله؟ ما فيكم شرف؟ نحن حجاج بيت الله الحرام. اهلين حجاج. يا جماعة إن شاء الله ما تواخذونا بالغلط.
ثابتة. شان الله ما تواخذنا، شان الله احلى حاج. لعن ابوك يا شيطان. أهلين أبو صفوان، تفضل. يلا يلا. شو إن شاء الله تكون جايب أخبار حلوة؟ على كيف كيفك؟ شلونك؟ أهلا وسهلا، نورت. كيف صحتك؟ أهلين أبو صفوان، تفضل ارتاح، تفضل. إن شاء الله لقيت لنا شرة لهالمال كان. امبارح جيت لعندك على البيت مرتين ثلاثة وما لقيتك. إي والله كنت عم أبيع حليب بالحارة. طمني، إن شاء الله لقيت لي زبون مرتب للمال كان. يسلموا ذياتك. إي نعم. امبارح جبت زبون لهون مدهن مرتب تمام، شاف البيت وشاف الارض كمان من بعيد لبعيد، يعني عمل هيك نظره وراكب تمام التمام. على كيفك. ايه الف الحمد لله. طيب امتى بتحب تجيبه لنتفق؟ بكره عمي، بكره بعد صلاه العصر بيجي لهون ومعه المصاري، وانا بعملكم حجه البيع كمان. ولا يهمك. خلاص، معناته انا بخلص شغلي على بكير وبستناكم. بس لا تنسى صياحه، انت وعدتني بكمسيون مرتب. لا يا ابو صفوان، تكرم عيونك. بعدين مو صياح اللي بيوعد وبيخلف، كمسيون على كيفك كمان. والله انت ابوها يا عمي. صياح اللي بقى له. شوف انت ليش لك تطلع من الضيعه؟ بدي ادور على اهلي، قسما بالله ومالك علي يا امي. من يوم اللي توفى المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش وانا مو عارفان راسي من رجلي، مو عارفان حالي من وين اجيت، مين هن اهلي. بدي ادور عليهم. حتى شغلي يا عمي ابو صفوان، شغلي مو مثل قبل، وفوق كل هاد في واحد عم يهددني بالقتل. طيب هلا اذا طلعت من هون واشتريت بيت بالحاره ممكن تلاقي اهلك؟ على القليل بضل بين الناس، يعني بخالطهم ليل مع نهار، وبدور على هذا الواطي ابو دعاس يلي جابني لعند المرحوم الله يرحمه. توكل على الله عمي، توكل على الله. لا اله الا الله. اشرب شاي عمي، اشرب شاي. معك حق والله يا صخر، ما حلو رجال تنام عند الناس إلا للضرورة. نحن مو طالع بيدنا نساوي شيء، بدنا نطول بالنا غصب عنا. بعين الله، ما منقول غير الله يهدي باله ويهدي الأحوال. آمين يا رب. آمين. إيه بديعة، جهزتي شيء؟ لسه ابن عمي. لهلا؟ وليش ما جبتي شيء؟ لأنه ما أخذت إذن من أبي لأنزل على السوق. إيه أبي لسه ما قال تنزل على السوق تجهز. وليش بقى؟ والله ما بعرف ليش. إيه بس هيك ما بصير يا صخر، ما بصير. صدقني ما بعرف شو عم يدور بقى. إيه بس لازم يفهم علي إنه أنا حطيت موعد للعرس، وبإذن الله هذا الموعد ثابت.
بعدين أنا ما بدي أتأخر على بديعة. يصير خير إن شاء الله، يصير خير. شلك غريب بي؟ هلا بيكون غريب عارف كيف يتعامل مع مرزوق وشان ديناتهم يفوتوا على الكراكون. سيدي ربي يسر ولا تعسير. هذا اللي بدنا اياه. يا مختار يا مختار الحق يا مختار الحق. شو في مستر شو في؟ غريب ومرزوق علقانين مع بعضهم. شو هالحكي هاد؟ لك مو بس هيك رح يروحوا بعضهم كمان. لا لا ابو عامر شو حكايته هذا صار كل يوم بيعمل لي خناقه مع حدا؟ صدقني ما بعرف يا ابو حسني. شو مختار؟ ما بدك تروح تشوف شو القصه وتحل المشكله؟ ابو عامر قوم لنشوف شو الحكاية. ماني رايح ولا بدي حل مشكلته، هذا واحد واطي ونزل من عيني، كل يوم عم بيعمل لي مشكلة. قوم أبو عامر، بركي بتقدر تهدي شوي، قوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، شرف. لا عم شي يا السيرة، تقول الخناقة مو بحارتنا. يا سيدي. خير يا بنتي، ليش عم تبكي؟ تذكرت ابني يا مرت عمي. الله يرحمه. اشتقت له كثير يا مرت عمي، اشتقت له. اسمعيني منيح يا مو، انتي لازم تحبلي من اول وجديد وتجيبي ولد لجوزك. عم تفهمي علي؟ صلي على النبي، صلي على النبي. الله يرضى عليك ما خلصت قتلتك. ها ولا انت كمان خلصت لك علي قتله ما تنساها بحياتك. لك عود خلاص بتعوي عملها لاما عم تهددوا بعدكم قدامي مني. خدن هن اثنين على الكراكون خلينا يتربوا. وفي افندي طول بالك ابو راتب، المشكله ما وصلت لهون ونحن رح نحل القصه بيناتهم. وانا ما رح حلها الا بالكراكون. وانا معك يا ابو راتب. هذا شغيلك غريب يا ابو عامر. ما عندي شغيل، واحد عم يعمل مشاكل بالحارة كل يوم والتاني، لا بوقف معه ولا بدافع عنه. شو هالحكي يا ابو عامر؟ مثل ما سمعت مختار. ابو راتب هذا مرزوق شغيلك، واذا راحك كراكون رح يتعطل شغلك. يتعطل سيدو. يلا اشحطوا لي هدول الجوز الدامي على الكراكون، والله نسيكم حليبكم اللي رضعتوه من امهاتكم. يلا جزو بدل اللي ما بيحب الكراكون وجماعة الكراكون. جايك الدار ولا جايك الدار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو عم بصير يا مختار؟ شوفت حالك يا أبو جميل. يلا يا جماعة يلا كل واحد يروح على شغله. عمي يلا خلصنا روحوا. يلا يا شباب يلا 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 عمي يلا. لا حول ولا قوة إلا يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. هاجمين عليهم وذابحينهم. ولا ترى قوسيني قوس يا اخوي. الله اكبر عليهم سيد. الله اكبر عليهم. الله اكبر. يا لطيف تاكد تاكد اذا بي حدا عايش.
يا لطيف بسم الله شو اخوي وشي هزم العايش هزم العايش يا زيدان توكل زين يدفع الحق بسرعه هات الدابة تناخذوا على المضارب سع حولك ما طلع لك بسم الله عليك يا اخوي بسم الله الله اكبر على كل ظاهر شو ما صدقت حالك فورا نزلت فيني ضرب عن حق وحقيقي مرزوق انا كنت عم بضربك عن حق وحقيقي مشان اللي كان عم يتفرج علينا يعرف انه نحن عم نتضارب عن جد اي كان بالناقص كان رفشه وكان لبشه حقك علي غريب حقك علي وهي وين بصرفوها قلت لك حقك علي غريب وبس نطلع على الحاره راح اعتذر منك قدام كل الخلايق ماشي وانا من هلا مسامحه تمام اي غريب وهي صرنا بالحبس مثل ما بده معلمي ابو راتب ومعلمك ابو عامر بقى قلي شو بدنا نشتغل مو هلا مرزوق لكن ايمتى خلص بس يصير وقت وانا بالله ليش مستعجل على رزقك لك مرزوق يصطفلوا المهم ما صار في دم يلا سكر لك يا وفي كباريت الحاره جايين يحلوا القصه بيناتهم سكر تفضل علي الحامد فوت شو بدك سيلي بدي لك شيء بس خايف تفكرني لألو وقليل قيمه لا مالك لألو ولا قليل قيمه قول سيلي هذا مرزوق وغريب سبوا عليك وعلى كل الكركون سبوا علي انا؟ اي سيلي سبوا علي انا ولا؟ اي سيلي وسمعتهم بدني هي مسحوا فيك الاراضي مسحوا فيني الاراضي العب العب يلا علق لا توقفنا بالغلط يا سيدي ما في شيء لا عم يفكر في عقلك عم يقوله لسانك ولما بتسبني بتكون عم تسب الحكومه فهمان لا انا مالي ضد الحكومه بوس لايدها سامحني بوس رجلك كنت بدي سامحك انت وهذا المشكلجي غريب بس بعد اللي عملته بدكم تضلوا عندي هون انت وياه ليش انا شو عملت سيدي خلاص ولا كمل وفي كمل عمرك سيدي عمرك لا تقوي يا وفي شو عم بلعب معك انا يستر على حريمك جهز لي حالك بعده انت عم توصلني شيري يا الله خلاص قويها شيري يا فندم يستر على عبدك خلينا نريح شوي كملوا لا حالك شيري غريب هاد ما عاد يلزمني بنو بعد اليوم فهمت؟ ليش سيدي شو عامل؟ مشاكله كتيرة كل يوم بيسلخ خناقة ومشكلة بفوت على الحبس وناقصني أنا هلا سيدي بدك تطول بالك عليه شوي معلش طول بالي كان ناقصني جنان أنا شلون سيدي؟ بخاف وكلو شي قصة يقوم روحنا فيها لهون لا تخليه يجي فهمت؟ بأمرك بس كداس لازمني بدي اياه يشتغل عندي لهيك الحوافق انك تشتري له الفرد سيدي بس ما معه مصاري حق الفرد ولك دب بيعه اياه بالتقسيط خلي رقبته بايدك خلص سيدي اعتبره صار واليوم قبل بكرة رح يكون عنده الفرد والفشك كمان ايه بس بالأول فهم منه
ليش بده الفرد؟ لشو لازمه؟ عواد الرجال صوابه بصدره ونازف دم من كثير. اي والله يا ابو راشد، ولقينه كثير من الناس مذبوحه ومزوته بالقاع، ولقيت الرجال بشويه نفس ولحقته. اسمع يا عواد، تروح بسرعه للحكيم ابو مفلح، خلوه يجي قبل ما نخسر الرجال يا عواد. حاضر حاضر. ابو عزو، اللي عم تعمله غلط، شي راح ومضى وما حدا بيعرف شو صار ببيت صهرك ابو عامر. يعني لو كانت هالشغله صايره معك مختار، انت بتقبلها على حالك؟ ايه برضاها، مشان استر على بنتي عن جوزها، مو طلقها منه. والله انا لقيتها كبيره على حالي، انه يتهم بنتي بالسرقه وفوق المنا يضربها كمان. ابو عزو خلصنا، ما بدنا هالفرقه تضل بيناتكم. الناس بدي تحكي طالع نازل، بيقولوا ليش والله ابو عزو ما بيقعد بالمختره لما بيكون قاعد ابو عامر؟ لك شو بدها بالحكي ولت بالعجل؟ شي صار شي ما صار. مثل ما بدك مختار، مثل ما بدك. هيك يا ابو عزو، الله يرضى عليك. بس يكون بعلمك انا ما بروح لعنده، انا ما بروح. لا سيدي لا تروح لحتى تتصالحوا. شوف يا بي، لما بيكون عندي ببعث لك خبر انا بعمسته، بتجي وانت كانك ما بتعرف انه هو هون، بتسلم عليه وبتقعد انت وياه وخلصنا. منيح هيك؟ ايه منيح منيح. اذا كان روح قوم على شغلك. وشو من شان غريب ومرزو؟ رح يضلوا محبوسي؟ والله يا ابو عزو هذا لا شغلنا ولا شغلك. شلون يعني مو شغلنا مختار؟ لا معلمينهم بدهم يربوهم، نحن شو خصنا بهالقصة؟ يعني رح يضلوا محبوسي؟ اخي ابو عابر وابو راتب بدهم يربوا شغلتهم، مشان هيك تركوهم بالحبس، فهمت علي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرف يا بتفضل. شو أخبار الحارة يا بي؟ كله تمام يا بي وعلى كيفك؟ خير إن شاء الله. اللي مين خرج نبعت لحارة الأصاب؟ مشان شو يا بي؟ نشوف نظر افندي. ما في حدا يا بي. يا بي صخر بعت لي دادوش. يا بي دادوش ما بيسترجي يفوت على الحاره، شنو بيعرفوه؟ واذا شافوه ممكن يروح فيها. شلون بدي وصل الخبر لمظهر بيك لك؟ خلص عقيد، انت روق لي حالك وترك الموضوع علي، انا رح لاقي لك طريقه تشوفه لمظهر بيك. ليه معلم عزو؟ شو جابك لهون؟ أبي جيت مشان اشوفك واحكي معك. ما بدي اشوفك يا مغضوب. بوس ايدك يا حبيبي. بعيد عني. بوس ايدك سامحني. بعيد عني، طلع من هون. لا لا يا ابو عزو، طول بالك على الولد، طول بالك علي. شو بنا؟ ابو صافي يرضى عليك، لا تتدخل، هذا موضوع بيني وبين ابني. يا ابي بس افهمني انا. قلت لك ما بدي اشوف وشك. وإذا بشوفك مرة تانية هون علي الحلال بهتك قدام كل أهل الحارة. نقلع من هون مغضوب، روح الله يغضب عليك. يعني يا حكيم اتهجه إنه يطيب ويتعافى؟ والله هاي بيد رب العالمين. ونعم بالله ونعم بالله. وهالشي يعتمد على قوة جسمه. احنا سوينا اللي علينا والباقي على الله، إن شاء الله يتعافى. الله يسمع منك يا حكيم ويكثر خيرك. لازم يتغذى زين مشان يعوض هالدم اللي يخسره. يقول انت بس خله يصحى واحنا نجيب له لبن العصفور اذا يريد، بس خله يصحى. ما عرفتوا هالرجال منين يا اخوي؟ لا والله يا حكيم ما عرفناه، رجالنا لقوه ملقوح بتشول بهالبريه وجابوه مثل ما تشوف، ولقوا ربعه ميتين. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمهم. الظاهر يا حكيم انه متلقينهم قطاع طرق، اخذوا الحموله اللي معاهم واشتلوا الزلم، ورجالنا جابوا الرجال مثل ما تشوف. الله لا يوجه لهم الخير. ترخص لي يا ابو راشد. الله معك يا حكيم، الله معك. زيدان عمي وصل الحكيم. تامر السلام عليكم. الله معك يا حكيم، الله معك. عليكم السلام. عواد مبين هالرجال من عيله كبيره، والله من سابع سمه هو اللي تلطف فيه. اي والله يا ابو راشد مبين عليه ابن عيله. وش سويتوا برجال الميتين؟ الله يرحمهم دفناهم. والله ما قصرتوا، اكرام الميت دفنوا. بس احنا لازم نعرف من اهلهم ونخبرهم ايش صار معاهم. والله يا عواد هالشي ما نعرفه الا يطيب هالرجال، وهو يسولف لنا سالفته وسالفه رجال اللي ماتوا معه. لك يا ابي يا حبيبي، الولد لساته جاهل، يعني اذا ما ربيته وعلمته ما في حدا يربيه. شو قصدك ابو صافي؟ يعني انا ما ربيت ابني منيح؟ لا لا، مين انا الحكيم؟ انت يلي عم تقول. بالعكس،
انت مربي احسن ترباية، بس رفقاته نزعوا تربايتك لإله. يلي ما بيسمع كلمة أهله ولا بيسمع كلمة أبوه هيك مصيره، وراح يكون مغضوب آخر عمره. روي روي يا أبو عز روي، هذا ابنك وما إلك غيره. عزوفتك هذا عزوفتك، إن شاء الله بتشوف أولاد أولاده يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبو صافي يا أبو صافي، عزه من زمان ما سأل عني ولا سأل عن أمه ولا إجا لعنا بزيارة على البيت. معقولة يعني بعد كل هالشي اللي عمله استقبله وقل له سامحتك وتفضل لعندي على البيت؟ يا أبي يا حبيبي، من طول عمره الوعى الكبيرة توسع الوعى الصغيرة. طول بالك، الله يرضى عليك. ماشي الحال ماشي الحال. يلا سيدي سلام عليكم. مع السلامة. معك عمي أبو صافي. مين أبي يعني؟ مرور معنين؟ كان ناس دكان منيح لبين ما ارجع. ليش وين رايح؟ شو دخلك انت؟ لا مو مش هالشي، بس عمول اشكال انه مالك راجع. لسكر محل وروح على البيت. يسكروا بلاط على قبرك. راجع واوعك تزحزح من هون. ما انا شايف اواعي هون. حاضر. تضرب من بين الصنايعيه. امشي قدامي بل ما كسر لك راسك. امشي حركي حركي. هلين يا بي، الله يعطيكم العافية. كيف كانت الضربة؟ موفى يا بي موفى، والغنايم خيرات الله. منو هاي؟ هاي واحدة من الغنايم. شي حلو كتير يا أخي. الحمل وأخدته ورجاله قتلتهم، خلونا نروح. الله يخليكم الله يوفقك. شو عم تحكي هاي الحرمة؟ قال بدها تروح. قال فكرة فوت الحمام مثل طلوعه. ليش خايفة؟ انتي بضيافتنا والسلم هون رح يعجبوكي ويكرموكي كتير. أنا ما بدي طلع عندكم، بوز إيدكم خلوني روح. الله يخليك خليني روح. كريمة خديها للمستورة ولبسيها توب من ثيابكم، بدنا نحتفل الليلة بسهرة غير شكل. بعدي عني بعدي عني، أنا عندي الموت أرحم من إني أتزين لحدا غير جوزي. هيك لكان إن شاء الله بوز إيدك تركني روح. الله رح خليكي تتمني الموت وما تنولي. تاك تاك تركني، رح أفرم لك إياه قدام عيونك. خلص خلص بعمل اللي بدك إياه، بس تكلص بتركه. ها هيك من الأول فهمي علينا. تعالي معه. إيه تعال. تركي للصبي تركي. الله يوفقك خليني أخذه. لك تركي أقول لك تركي. تعالي معي تعالي. جنس عاطل، روح لعن جدك روح. ليش خايف جدو؟ دي أمي. ها طيب طيب، شو اسمك حبيبي؟ اسمي هاشم. هاشم اسم حلو كتير، بدي اياك تكون أبضاي وما تهاب الموت، فهمت؟ فهمت. إيه هذا اللي ما برد على كلامي، هيك بيصير فيه. يعني أنا غلطان يا سيام إني رحت على الحارة وشفت أهلي؟ إيه غلطان، لكن شو فهمان؟ ما هن من لما كنت عندهم بالبيت كانوا ما بتجيئوك، قمت قللت عقلك ورحت لعند أبوك على الدكان، قام قلعوك تقليعة الكلاب. تقليعة الكلاب؟ مو هيك صار عزو؟ ايه والله هذا اللي صار. ايه وانا حذرتك مره تانية لا بقى تروح لعندهم ولا رح ازعل منك كتير عزو. ايوه شو رح تعملي؟ رح تقلعيني مثله؟ والله ما بعرف شو رح يطلع معي مره تانية. يصير خير يصير خير. ايه لا ما رح يصير خير بنوب عزو. لك مشان هيك تاخرت بجيتك لعندي اليوم. ما هي ايه والله يا عمي، وبيني وبينك ما كنت رح اجي من اساسه لانه ما عندي حليب بيعه بالحاره. لا لا وين راح الحليب؟ الله جبرهم عمي الله جبرهم. الحمد لله الحمد لله.
شو رايك نشربنا كاستين شاي بمعيتك؟ إيه لعيونك. عود اعوذ بالله، انا بشواربي بجيب لك مرزوق. وانت شلون شفت الفرق مع مظهر بيك لك ابني؟ شفته يا ابي شفته. شلون شفته؟ شفته امبارح وقت اللي كان راجع بالليل. ولما كان راجع على البيت انت وين كنت؟ كنت قريب من بيته يا ابي. وشو عم تعمل عن بيته؟ يا ابي كان دايخ خلي، قلت لحالي لساوي فتله بالحاره. صبري انت مخبي علي شيء؟ اه يعني شيء مثل شو يا ابي؟ لك يا ابي يعني اعتبرني مثل اخوك، صاير معك شيء؟ لك احكي. يا ابي انا ما بدي اياك تزعل مني. وليش ازعل منك؟ لك ابني اذا مالك عامل غلط. يا ابي انا بدي اتجوزها لفهميه. مين هاي فهميه؟ اخته لما صار بيك، طبعا من بعد اذنك وموافقتك. صار بيننا تكون شيء بالحرام لك ابني؟ لا يا ابي اعوذ بالله، الله وكيلك، مو صاير بيناتنا الا كل خير. يعني بفهم كلامك انه فوتاتك وطلعاتك بالليل مشان تشوفها وتحكي معها؟ يا ابي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو ها؟ يعني يا بدك تطلب لي اياها ما؟ لك يا بي يا بي شلون بدي اطلب لك اياها اذا كل اهل الحارة ما بيحكوا مع مظهر بيك؟ لك قلي قلي شلون؟ يعني هلا شو بفهم بالحكي يا كنا؟ بتفهم من حكي انه سكري على الموضوع؟ اوعك بقى تشوفها بالليل وتحكي معها، فهمت؟ بس يا بي خلص؟ روح جيب الغدا ولا روح؟ روح؟ بيامرك يا بي بيامرك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو ها؟ من هم الذين هاجموا قافلة الحجاج؟ قطاع طرق ولصوص تجمعوا من مناطق مختلفة سيدي. وهل هم كثر؟ لا سيدي، ولكنهم مسلحون. جيد لماذا تفكر سيدي؟ هل نقوم بحملة عسكرية كبيرة عليهم ونصادر أسلحتهم؟ لا. هل سندعهم وسلاحهم سيدي؟ نعم سندعهم، بل وسنحميهم أيضا. ولماذا نحميهم وهم ليسوا فرنسيين وهم أعداء لنا؟ أنت لا تفكر بعيدا. وضح لي سيدي. هم ليسوا أعداءنا، هم أعداء لبني جلدتهم، وإذا دعمناهم سيقاتلون معنا ويمسكون من هرب منا، سيكونون عونا لنا. ولكن ربما ينقلبون علينا إذا قصرنا عليهم بالدعم والمال. لن نقصر معهم حتى نصل إلى غايتنا. ولكن يا سيدي، من يقتل أهل بلده لن ينقلب علينا. أهلين أبو سعيد يا ميت، أهلا وسهلا. أهلين أهلين أهلين، الله خلي بياك يا رب. الله يحفظك. قالت لي حرمتي إنك مبارح مرات وسألت عني، بدك ما تواخذني الله يخليك، انا اجيت متاخر. شرب شرب شرب. مو مشكله مو مشكله مو مشكله. خير احكي. انا جايك مشان موضوع مخدومتك بنتي، موضوع اللي حكيتك عنه. طبعا طبعا طبعا، ولا يهمك، وانا وعدتك يصير خير، والا من لاقي له الواطي. دخيلك دخيلك دخيل ارضك يا كبير، خاصه بعد اللي صار. شو اللي صار ابو سعيد؟ لا تكون اذيتها للمخلوقه، ترى هي مظلومه. لا يا كبير ما أزيتها، بس شو أحكي لك؟ والله بنتي تعبانة كتير، ولا عم تأكل ولا عم تشرب. الله وكيلك، ماني خايف، استغفر الله العظيم يا ربي، إلا تعمل بحالة شي مصيبة تغضب الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على الشغلة. مشان هيك دخيلك يا كبير، منا ننفضح بين الناس، دخيلك تحل معي ومع عرضي ومع شرفي. بدي بس طريقة لحتى استر فيها على بنتي. هدي حالك أبو سعيد، هدي حالك، والله أنا حاسس فيك، بس اوعى حدا يضرب الموضوع. أعوذ بالله يا كبير، ليش أنا بقدر أحكي على شرفي؟ خليك مخبي كل شي بقلبك، وبوعدك يا أبو سعيد، وها هي حطيت إيدي على شواربي، إلا هالابن الحرام اكشفه وجيب لك إياه أنت لتحاسبه. لك دخيلك إمتى؟ إمتى؟ حاكم والله أنا ومرتي وبنتي عم نموت باليوم 100 موتة.
لا تخاف لا تخاف لا تخاف أبو سعيد، بإذن الله قريبة وحياتك قريبة. يلا يلا شرف أبو سعيد. الله يديم عزك يا سيدي، الله يديم عزك. البيت بيتك انت مكان تشرفنا. ها الله يشرفنا دارك ويعلي مقامك اكثر واكثر ويديم عزك يا رب ويخلينا اياك حبيبي. يلا سيدي اسمحوا لي. سلام عليكم. وينكم يا حريم؟ ليك لا تقبرني، شو بده منك ابو سعيد؟ اجى وسال عليك كذا مره. كذا مره؟ كلها مره واحده. انتي ما دخلك قلتيه بشغلك. خلصنا بقى انت وياها، عيب. معقولة ابن عمي قاعد عم بتكذبني؟ عينك كنت عينك شي. لك شو خصك بشغل الرجال انتي؟ انا ما خصني ابن عمي، بس انا اي اخر مرة بسمح لك تسألي فيها، فهمتي؟ حاضر ابن عمي حاضر. عيب اخي، ليش طالع صوتك؟ اهلين شهيرة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طمنيني اختي، كيف حاسي حالك هلأ؟ الحمد لله احسن بكتير، هيك حاسه انه هافه نفسي على الاكل وجوعانه. فوزيه خدي النسوان وحضروا الاكل بسرعه. يلا حاضر تاج راسي، نادي لموت يعمل حقيقي. لا لا وشك مورد هلا. خير؟ شايفتك مو على بعضك، شو بده منك ابو سعيد؟ ايه مشان مصيبته لك اختي. اضرب عليه انا؟ رجال مسكين والله مو لايام مصايب. اللي شلون راح تساعده؟ والله ما بعرف، بالي مشغول. بتعرفي بدي اخذ رايك. القهوه يا عمي. لك العافيه يا ابو راشد. يا هلا بعواد، يا هلا. اقعد. اي بالله طمني، شو اخبار الغريب؟ والله يا عواد على حال مثل ما هو. وراح يظل كثير على هالحاله يا ابو راشد؟ الله العالم يا عواد، الله العالم. هذا الشيء ما حدا يعرفه، لا انا ولا انت ولا حتى الحكيم، هذا بيد ربك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يشفيه ويعافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشفيك، الله يشفيك. اسمع اسمع يا ابو راشد. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيه، الله يشفيه. اسمع يا ابو راشد يا حاج، اسمع. كلها بحالة كل شيء كلها. اي هذا يهذي يا عواد، يهذي من الشيء اللي صار معاه. الله يعينه، الله يعينه يا عواد. كلها بحالة كل شيء، اتركوا الحريم والبلاد. بدو يريد كوريا، بدو يريد كوريا يا كلاب. اسمع شو يقول، يقول حريم وجهال. أنا متوكد يا عواد أنه كان معاه ناس ومحملين بضاعة. أكيد أكيد، هذول قطاعين الطرق هاجمين عليهم وذابحينهم وبايقين الحلال منهم. الله يكون بعونه يا عواد، الله يكون بعونه. دخيلك يا أختي، دخيلك. ساعديني، مستعدة أعطيكي كل ذهباتي بس ساعديني. كل ذهباتي؟ إيه. من شان شو يا أم هاشم بدك تعطيني إياهم كله؟ خدي خدي خدي، بس هربيني أنا وابني من هون. الله يوفقك أم هاشم. هلأ الدنيا ليل وأبو الرجا سهران برا، خليها لبكرة الصبح. نحنا قرنة مقطوعة وبتكتر فيها الطباع. ولي الطباع؟ إيه خليها لبكرة الصبح، وإن شاء الله أنا بوصلك لأقرب ضيعة من عنا ومنا بتروحي على حارتك. أمري لله، لبكرة الصبح لبكرة الصبح. خدي لبسي هالفستان مشان ما يغضب عليك يا أبو الرجا. ما فشرت عينه؟ أنا ما بغضب رب العالمين. أم هاشم أنا عملت كل اللي علي. سكي هالفستان وعملي فيه اللي بريحك. سكي.
ان شاء الله ما يتاخروا. هذا وقتهم مرزوق. خف ايدك انت الثاني غريب. شو شايفني عم ساوي؟ سيدي في شيء يعني؟ شو شوفي ما سمع صوت رصاص؟ الحافي صوت رصاص؟ ايه مظبوط. انت رايح معنا سيدي؟ طبعا رايح معكم. يلا تحرك قدام. يلا يلا لك تحرك قدام يا وفي. يلا يلا يلا. امي خير؟ شو صاير برا؟ خير ان شاء الله. اخي شو صار بدخيلك؟ هل دخل على الحارة شيء؟ أعوذ بالله سيدي، الباب مسكر وأنا عيوني 10/10. ابن أهل واسط عليه. والله يا سيدي عيني. بس العليم الله، عليم الله الواسط من الحارة من هون ها. يعني من هون من هون من هون والله ما بعرف. على محرسك فورا. يلا. حاضر سيدي حاضر. يلا تحرك. حاضر. وراي. يلا. يلا. شوف يا ابو عامر. علمي علمك يا بشير افندي. ما عرفنا من وين طلع ضرب رصاص. فكرنا ابو صخر هاجم على حارتنا مثل ما رماتي بالسلاح يعني. هيك يا بشير افندي هيك. شو هالحكي مختار؟ هذا الحكي ما بيدخل العقل. والله اللي شفته وسمعته قلت لك عليه، وانت بتقدر تشوف شغلك وتفتش الحاره لتعرف مين اللي قوص. الحمد لله يا بشير افندي، لا في حدا مقتول ولا في حدا مجروح.
كانتني شايف جريح او قتيل بالحاره لحتى اعرف لواس من طلع. يمكن من هون. ايه من هون. ايه من هون. وراي. ومثل ما لك شايف يا سينا، ضربونا وربطونا وحفروا الجورة وطلعوا خابي. طلعوا خابي؟ خابي كبيرة كتير كتير سيدي. وشو فيها يا الخابي؟ شو بدكم فيها يعني سيدي؟ شو فيها ولا؟ فيها دهب، دهب ليوم الدهب سيدي. ومليانة على الآخر. ومن كان معهم؟ مين إن هدول سيدي؟ يلي هجموا على الكراكون. ما قدرنا نعرف حدا منهم لأنه فاتوا ضربونا وربطونا وراحوا حفروا هنيك وطلعوا خابية الذهب. تقولي بيعرف وين أرنتها؟ لك الله لا يعطيكم العافية، ما عرفتوا تصرخوا تندهولنا؟ شو هالحكي؟ انبح صوتنا ونحن عم ناديلكم ما بين منكم حدا. تضرب انت وياه على الصوت. وفيق سيدي على مهلك. اسف سيدي، اعتذر. فكنا قلنا عمرات الكراكون. يلا أمرك سيدي. ولا انت وياه ما عرفتوا تنشوا لكم كم ذهبي قبل ما يهبوها للجرة؟ يقول هالحكي لحالك وفي. لو كنت معنا ما كنت أخذت منه غير اللبط والرفس. تعال انت وياه. الله عليك يا مختار. شو مصار بيك؟ ما في سلام عليكم؟ على كل حال السلام مو لك لا حتى للي مثل حكايتك ولا لك يا ابو عامر ولا لامثالك. روان بيروح. روح على بيتك وفكر لحالك كيف عاديت اهل الحارة على شيء سواء ابوك وانت ما دخلك. انتوا اللي اتهمتوه لابي وانتوا اللي شنقتوه ظلم بظلم. نحن ما دخلنا. اللي شنقوا عملتوا الوسخة اللي عملها مع المستورة. لك ابي انظف واشرف منكم. سد حلقك ولا؟ مو انا اللي بنقال لي سد حلقك يا ابو عامر. لما بتحكي كلمة حق ويكون كلامك مدوزن وقتها بنسمع لك وما بنسكر حلقك. اما انك تتهمنا ظلم لا منسكر لك تمك وبصر ماي كمان. نلع من هون. مو انا اللي بنقلن اليها ولا انا اللي بنحكى معي هيك ولا رح اسكت عليكم. ايدك وما تعطي. ايه بورجي عمي اعلى ما بخيلك ركاب. نلع من هون. ماشي ماشي يا ابو عامر. هذا امك كبري براسه ودهشت له فيه انه نحن سبب شنق ابوه. لا فوق هيك نحن ظالمين وظلمناه. لساته ما بيعرف شي عن حقيقة ابوه. يا سيدي عمره ما يعرف بس ما يتبلى الناس على الريحة وجاي. واخدوا معهم السجينين كمان. يا حبيبي يعني بقدر اقول انه اهل الحارة لعبوا عليك يا بشير افندي. وشو دخل اهل الحارة؟ باين الشغلة قوصوا كم رصاصة بالحارة مشان تروح لهنيك ويلهو. والجماعة كانوا مجهزين حالهم دخلوا على الكراكون وطلعوا الذهب تبع شكري أفندي. شكري أفندي؟ شكري أفندي اللي كان مستلم الكراكون قبل أبوك الله يرحمه أيام العصملي. ايوه معناتها هدول جماعة شكري أفندي. ما فينا نقول شيء لنعرف مين اللي ساعدهم بالحارة. طيب والعمال شو بدنا نساوي مصار بيك؟ هلا أنت مرقت عليك انه المختار ابو عامر لا بيعرفوا منين طلع القواس ولا مين اللي قواس؟ هيك قالوا لي. نعيما لكان لازم تفهم انه اهل الحاره من رقوا عليك وكلهم عم يشتغلوا ضدك يا رئيس الكراكون. شو في؟ تنعمي سيدي. بونسوار كوماندان. بونسوار شي سبب يا ميرسي. ايفو ماذا حصل؟ سيدي لقد هاجموا المخفر سيدي. من هم؟ سيدي جماعة من أتباع العثمانيين هجموا على المخفر
كان عددهم كبير ومسلحين. ما الهدف؟ طلعوا ذهب كان مدفون بالنظارة بالمخفر وأخذوه بدون ما يقتلوا حدا. يعني مش مخربين؟ لا 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 مو مخربين أبدا. بدي أشوف مكان الذهب. تفضلوا سيدي تفضلوا. في هذا جنون مش سيكتوا بلا. سيدي هون حفروا وطلعوا الذهب. غير معقول. كل هذه الحفرة كانت مملوءة بالذهب؟ نعم سيدي. كان عدد اللي هاجموا المخفر كتار. لهيك بشير أفندي ما قدر يدافع عن حاله وعن رجاله. وبالتالي ما حصل الذهب. هل من أحد في الحارة يعرف عن الذهب؟ ما بعرف. أريد منك أن تتأكد من ذلك يا سيد مظهر. ربما أهل الحارة يعرفون وهم من ساعدهم. ما بظن. بل أكيد كوماندان. أنا متأكد بالحارة ما حدا يعرف بالذهب. لو عرفوا كانوا سرقوه من زمان. أريد أن تراقب الحارة جيدا. أنا لا أثق بكلام مظهر. أبرك سيدي. ربما هو لا يعرفهم لأنهم من المخربين، ولكن أنت شاهدتهم وقد تعرفهم. صدقني سيدي أنا ما شفتهم. أريد أن أعرف من هم. حاضر سيدي. أمحى لك الله محيي رجال. الله محييك أبو الصلاح. حضروا الأكل يا شباب. شرف شرف. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. هذا حقنا، هذا حق الناس اللي سرقوا العصملي منا. حق أبي وأبوه وأخي وأخوك وحق كل ناس البلد. مين هدول عقيل؟ هدول مساجين جبناهم معنا حتى ما نكشف الرجال اللي جهزونا الذهب. شو بدنا نعمل فيهم؟ منشوفهم شو عاملين لحتى كانوا محبوسين. إذا كانت شغلتهم صغيرة منقول لهم فوتوا معنا وحاربوا الفرنساوي. ايوه إذا كانت شغلتهم مو صغيرة ما رضوا يقاتلوا معنا شو بنعمل؟ منطلب منهم التوبة إذا تابوا كان بها، وإذا ما تابوا راح نحفر لهم قبورهم هون ونقول لهم ما بتلزمونا. شنو بدنا اللي قاتل معنا يكون بحب البلد وهلا صاروا بعهدتك ابو الصلاح. لا وكمان بده يتجوزها. ايه واذا تجوزها ابن عمي شو فيها؟ لك انا ما عندي مشكله. لكن شو في؟ المشكله مع اخوها وامه يلي ما حدا بيطيقها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا ابن عمي نحن بدنا من هالحزمة عود والباقي تنتعوا القرود. لك شلون بدنا نخطب له إياها؟ شلون؟ والله ما بعرف هي شغلتك. إيه لك سكري لي على الموضوع. لا ما رح سكر على الموضوع، لازم تلاقي حل معه. البنت ما دخلها في عائل أخوها وأمها. والله أنا معك أنا معك، بس كيف بدنا نلاقي طريقة نجوزه إياها بدون موافقة أهلها؟ والله ما بعرف الحل عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو ابن عمي؟ خلاص خلاص خليني أقوم نام والصباح رباح. إيه؟ يعني رح تلاقي له حل؟ لك إيه إيه
الله يسترنا وبلا مشاكل. والله جوازي هي راح تقوم الحارة وما تقعدها. تقوم وما تقعدها. شوفي يا ابن عمي، هذا امتى بدك حقه؟ انت شو رايك؟ انا هلا ما معي مصاري حامي. يعني امتى بدك تعطيني حقه؟ يعني شغلة كم يوم؟ تاك الداس، بدك تفهمني كم يوم؟ ما بعرف. لا، بدك تقول لي كم يوم عشان انا اعمل حسابي واعطي حق الفرد لصاحبه اللي اخذته منه. بدك تتحملني حاميت شبنا؟ صدقني كداس، انا ما معي مصاري، ولو معي مصاري مالك علي يمين لاعطي حقه لصاحبه وما اقول لك هات بحياتي. خلاص خلاص، انا كم يوم بعطيك حقه شندي بندي. شو بدنا نساوي؟ اللي ما بييسر امور الناس الله ما بييسر له اموره. خلاص بس لا تتاخر. ما راح تاخر. لف لي سيجاره من اللي معك. وكمان ما معك حق حشيش. لك شبك انت؟ بدك تسلني يعني لاني طفران؟ ولا نسيت انا قديش معبيك دخان لما كنت انا معبى مصاري؟ روق شبنا، روق، عم نمزح معك. تضرب انت وهيك مزح. مسيك روق. لك مسيك كداس. تفضل عمي، سلموك. ظلمت لأختي، ما بكفي ابن الحرام اعتد عليها وقتل جوزها، كمان انت قتلتها. الله يسامحك يا أبي ويرحمك يا أختي. اصحى يا أخي، اصحى اصحى وحاكينا. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مين انت؟ وين أنا؟ أنت عندي بالبيت يا أخوي. وين مرتي؟ وين ابني؟ والله ما أعرف شو أقول لك يا أخوي. أرجال لقوك مرمي بتشول غرقان بدمك، ورجال حواليك كلهم ميتين. قتلوا ولا دين الحرام؟ قتلوا لا دين الحرام؟ لا دين الحرام قتلوا. يا أخوي أنتوا وين كنتوا؟ ومنين جيتوا؟ وين رايحين؟ نحن كنا جايين من الحج، معانا بضاعة جايبينها من... لا تكمل لا تكمل، انت جوعان من البارح ما كلت، الحين ناكل وبعدين كمل لي السالفة. يا الله حركي. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، اتركني اتركني، فوز ايدك اتركني. الله لا يوفقك. بس فوز يا جوع، فوزي. صفيني ابو هاشم، يا ريتني متت يا ريتني متت. الله لا يوفقني يا ابو هاشم. لك شبك شبك، الله يوفقك. شو عملوا معك؟ ضربوكي؟ يا ريت ضربوني، يا ريت قتلوني ولا يطلبوا مني الحرام. يا حرام، طلبوا منك الحرام؟ بس وحياة رب العالمين ما خليتهم انك بس شافوني بالحرام. الله لا يوفقك ولا يستر عليهم لا دنيا ولا اخره. طولي بالك طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. الله العظيم، الله شايف وعارف، الا ما ينتقم منه. الله ينتقم منه. امين. وانتو جابكم من هالطريق يا ابو هاشم؟ في طريق احسن منه؟ هذا الطريق هو اللي خلى قطاعين الطرق يهاجمونكم بنص النهار. وما رحموا حدا، قتلوا كل الرجال اللي كانوا معي وقوصوني. بعدين ما بعرف شو صار معي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. قطاعين الطرق يا ابو هاشم
لا يحللون ولا يحرمون. يا ابو هاشم بلا زغرة، انت منين؟ انا من الشام، من حارة الأصل. والنعم، والنعم من الشام ومن اهل الشام. قل لي يا اخوي، ان شاء الله الحمولة ما كانت كبيرة. فيها بضاعة، فيها حرير وقماش حاسيات وخلافه، بس هذا كله ما بيعادل ضفر من عيالي وابني يا ابو راشد. ان شاء الله يكونون بخير يا اخوي، ان شاء الله يكونون بخير ويرجعوا لك سالمين. انا لازم اروح من هون اخذ رجال ادور على الكلاب ولاقي النسوان. هدول امانه برقبتي يا ابو راشد، امانه برقبتي. وين تروح يا ابو هاشم؟ انت جرحك لسه ما طاب وما تقدر تقف على رجليك. انت بس الطيب تيسر، وهذول قطعين الطرق ما هم من ديرتنا. انا بعثت رجال يدورون عليهم بكل مكان وما لقوهم. انت بس تشفى ساعتها تيسر. بس يا ابو راشد مرتي وابني. اعرف يا ابو هاشم اعرف، بس ما راح اخليك تطلع من عندنا قبل ما تحسن صحتك. كتر خيرك. لا حدا يقوس، لا يشوف شو بده ولا شو جايين. بس معلم هدول جايين ليقاتلونا، لازم نقوصهم واحد واحد. كرم خليك مفتح عينك لاي شيء. امرك يا ابني. اهلا وسهلا. خير، شو بدكم منا؟ احنا جايين بزياره خاصه لك، ومعنا امر بالتعرف عليك وبمساعدتك باي شيء بدك. اهلا وسهلا، تفضلوا على الخيمه. اهلا اهلا وسهلا. لك اخ شو بدي اعمل يا ام جميل، بدي ضل صابره. بس إذا بدك الحقيقة، أنا بعذره لأبو عزو على اللي سواه مع ابنه. عشو عذرتي دخلي؟ إيه معه حق يقلعه؟ معلومة، من وقت ما طلع من عنا ما شفنا خلقته. إيه بس يا أم عزو ما بصير تتركوه حتى لو غلطان معكم. الله ما بعرف، مشيت إنه ما حكيته لأبو عزو، أنا حكيته بس ما رد علي، يدق المي وهي مي. طيب أنتي ليش ما بتحملي حالك وبتروحي بتطمني على ابني؟ هي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ أعوذ بالله، مشان الله يمينا من هالسيرة. إيه؟ مثل ما بدك. دخلك عم تشوفيها لأم سليم؟ لا ما عم شوفها. شبه أم سليم؟ ما بها شي، بس صار لي زمان ما شفتها ولا سمعت أخبارها. يبعت لي حمى عليها للجوز اللي عندها. يا لطيف شو راسه يابس. لا وما عنده حكي، إيده بالضرب إلا ولا بناتها. عملت كوسة محشي من كم يوم وتذكرتها واشتهيتها تاكل منه المسكينة. اي والله يبعت لي حمى قديش بتحب الكوسة محشي. بس جوزها هالكحتوت ما بيخليها تساويها إلا بالسنة مرة. قال شو مكلفة؟ يا على قامتي عليها. قال البخيل يا أم عزو لو عرف إنه ما حياخد معه شي كان ما تبخلن بنوب. أم جميل شو صار بالولد اللي مات بين إيدين جوزي؟ والله يا أختي لساته انتهمينا فيه. الله يصبر أمه وأهله عليه. بس وينك؟ أنا مالي مسامحتها لسعاد؟ لا والله على اللي عملته هي وولادها بجوزي وولادي. نحن ما بدنا منك شيء إلا أن تحموا أنفسكم من مخربين سوف يقاتلونكم حتما. أنا ما حدا بسترجي هاجمني لأنه عندي رجال ما هب ودب وسلاح بكفيني، بس عدم المؤاخذة أنتوا شو بدكم منا؟ نحن جئنا إليكم لكي نطور بلادكم ونقدم الطعام للناس. نحن لسنا راغبين في الاحتلال لأننا سوف نرحل قريبا. إيه أنا بعرف أنكم ما رح تبقوا عنا على طول، ونحن المساعدة قبلناها. إيه بس السلاح لحاله ما بيكفي، في معه مصاري شيء؟ هذه دفع على الحساب. وأنا بأمرك سيدنا. قبل ما يقول شو بده لازم يتغدى عنا بالأول. وقلوا عنا سهرة مطنطنة. أنا لا أقدروا عنا. ما بيصير، بدك تتغدى عنا. وي وي ماشي ماشي. جهزونا لكل يا رجال. أنتوا إجيتوا لنار جهنم، شو جابكم من هذا الطريق وانتو بتعرفوا ماله أمان؟ وأنا شو بيعرفني وين ماشي؟ نحن مشينا مع رجالنا. ورجالكم ما بيعرفوا الطريق منيح؟ ما بعرف، والله ما بعرف. من كم يوم وأنا قلبي ماله مرتاح لأبو دعاس وأبو الرجا. ليش شو سمعتي وديان؟ سمعت إنهم بدهم يجمعوا لناس، بس ما عرفت إنهم رح يجمعوا الحجاج. ودخلك أبو دعاس وأبو الرجا بيقدروا يفرقوا بين الناس والحجاج؟ أنا بعرف إنه هن بدهم مصاريون وأخذوهم، بس يقتلوا رجالهم ليش؟
الله كبير يا أختي، الله كبير. مضبوطين معلم، وهي حق النقلة، هيك نحن وزبون طلعنا خالصين. كتير مليح. هلا حصلت لي شو بقيان عنا أمه وشعي؟ ايه معلم عديتهم، ترى ناقصنا بضاعها. ما في مشكلة، يومين ثلاثة بيوصل الحمل. الله معك. على رأسي. قداس عم تعطي مصروف للوالدة ولا ما عم تعطيها؟ ايه معلم عم بعطيها. الله يرضى عليك، قد ما فيك كساب رضاها، هدول بركتنا. الله وكيلك، بضل عم اكسب رضاها، عم بوس ايدها على الفوته والطلعه. كثير منيح، روح عمي روح. على راسي معلم. معلم بعد امرك، عندي جوزين حمام على كيف كيفك، انا حابب اعطيهم للمعلم عامر، هيك بيلعب فيهم بارض الديار. بقى شو قلتك؟ بدك تجيب حمام لعامر يلعب فيهم؟ يخرب بيت قلبك، انا بدي علمه هيك سوسه؟ روح روح روح، نادي غريب. عمرك معلم. غريب يخرب بيت قلبك، هذا اللي كان ناقصني. خبرني بعمل ايه؟ الك ولا دي خلص دي معلم. مور بيت ابو سعيد الدومري. عرفته. شبه في إلنا غرض هنيك بدنا ناخده. غرض شو اللي إلنا عنده معلم؟ عمي في واحد عم بينزل كل يوم بالليل عندهم منهم قاصد يسرقهم، بدنا نعطه. منعفته هو وأبوه. كتير منيح، بس أنت لحالك ما حتقدر، بدي واحد تاني يكون معك. مين؟ ليش واحد تاني معلم؟ أنا لحالي بكفي. بعرف لك غريب، بس نحن منخاف يكون معه سلاح، لذلك بدنا واحد تاني معك. كلامك مدوز أنا معلم، هي ما حسبتها. عندي واحد بينشد الظهر فيه بيتأمن على الروح. مين؟ مرزوق معلم، مرزوق ما غيره. قبلت، بس وينك؟ تروح لعند منه تحكي له شو لازم نساوي، وبتنبه عليه ما يطلع حرف من تمه لأي مخلوق. ماشي. وانت كمان ما تخبر حدا ابنه، بالله يرضى عليك. لا يهمك معلم، بإذن الله ما حدا رح يعرف. امتى بتحب نبلش؟